أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الاثنين محادثات مع نظيره المنغولي تسين مونغ أورجيل في بكين، حيث توصل الجانبان إلى توافق في الآراء حول ربط مبادرة الحزام والطريق الصينية مع استراتيجية إيجاد طريق المرج المنغولية. هذا وأكد وزير الخارجية المنغولي على أن بلاده ملتزمة بالحفاظ على الأساس السياسي للعلاقات الصينية المنغولية وسياسة صين واحدة بحزم. قال وانغ يي إن العلاقات الثنائية بين الصين ومنغوليا حافظت على قوة دفع جيدة للتنمية في السنوات الأخيرة، كما تم تأسيس وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين. هذا وأشادت الصين بجهود منغوليا لوضع تطوير العلاقات مع الصين ضمن الأهداف الاستراتيجية الأكثر أهمية للعلاقات الخارجية، كما يأمل الجانب الصيني في أن يخلق الجانبين فرصا جديدة لتطوير العلاقات الثنائية وربط مبادرة الحزام والطريق مع استراتيجية إيجاد طريق المرج واستغلال المزيد من إمكانيات التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. اتفقنا على تكثيف المحادثات بشأن التوقيع على وثائق للتعاون في عدة مجالات تشمل ربط استراتيجيات التنمية وتعزيز الاستثمارات في قدرة الإنتاج ومناطق التعاون الاقتصادي عبر الحدود، وذلك من أجل بدء دراسة جدوى إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ومنغوليا في أقرب وقت ممكن. سيواصل الجانب الصيني توفير التسهيلات والدعم اللازم للجانب المنغولي في عدة مجالات، كما سيواصل الجانبان تعزيز التعاون في المجالات التقليدية بما فيها التعدين والبنية التحتية، وفي نفس الوقت سيقوم الجانبان بتوسيع التعاون في إصلاح المساكن وصناعة الزراعة والثروة الحيوية بشكل نشط أيضا. كانت زيارة الدالاي لاما لمنغوليا في نوفمبر الماضي قد جلبت آثارا سلبية للعلاقات بين الصين ومنغوليا، لكن الجانب المنغولي أصدر وعدا صريحا بأنه لن يسمح لدالاي لاما بزيارة منغوليا مرة أخرى. وخلال المحادثات أكدت سين مونغ أورجيل أن بلاده ستواصل الالتزام التام بسياسة صين واحدة، وأكد أن التيبت جزء لا يتجزأ من الصين وأن قضية التيبت هي من الشؤون الداخلية للصين. تتميز العلاقات بين منغوليا والصين دائما باحترام متبادل لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي دولتين، كما يحترم كل طرف مسار تنميتي الذي اختاره طرف آخر بنفسه. تلتزم منغوليا دائما بسياسة الصين واحدة وسنلتزم بها بحزم في المستقبل. تقدر الصين إعادة التأكيد من قبل منغوليا بأنها ستلتزم بسياسة صين واحدة بحزم، ونحن سنعمل معها جنبا إلى جنب على حماية الأساس السياسي الهام للعلاقات الثنائية. لقد شهدت العلاقات بين الجانبين سلسلة من التحولات والانعطافات. اتخذ الجانب المنغولي تدابير إيجابية وفعالة للرد على قلق الصين في الوقت المناسب، وأكدت منغوليا احترامها للمصالح الجوهرية للصين، ما يمكن أن يعيد العلاقات الصينية المنغولية إلى مسارها الصحيح.